إذا مشاهدينا الكرام للحديث عن ملف الموازنة وتعثراتها معي عبر الهاتف الدكتور ناصر الكناني مباشرة. أهلا بك دكتور عبر سكايب عفوا. أهلا بك دكتور ناصر. أهلا بك وشكرا على الاستضافة. دكتور بداية دعنا نبدأ يعني بتصريحات الحكومة التي يعني لا تعلم متى إقرار الموازنة في الوقت الذي هناك مطالبات من قبل الرئاسات الثلاث يعني بتمريرها. كيف ترى هذا التناقض يعني وأيضا ما هو تأثيره على الشعب العراقي؟ تفضل. شكرا جزيلا على الاستضافة مرة أخرى وتحياتي لك ولكل الكوادر. شكرا لك. العاملة في هذه القناة الرائعة. شكرا. يجب العودة للأول يعني المربع الأول اللي هو من بداية عام 2003. طبعا احنا من عام 2003 كان قبل عام 2003 كان عندنا دينار الطبع، بعد 2003 بلشنا بتغيير عملة الطرف. نزل عندنا دينار الى يعني الى 1120. نعم. يعني 1182 البنك بيعها بالوقت اللي هو بالسوق 1120. واستمر هذا الى هو ما قبل 2000 يعني ما قبل هذه التغيير اللي حصل الفتره الاخيره اللي هو تقريبا نهايه او بدايه العام نهايه العام 20. المشكله اللي هي حثت طبيعي في تلك الفترة صار عندنا تضخم بالرواتب. نعم. طبعا هذا التضخم اللي بالرواتب رفع عندنا كل شيء، رفع عندنا المواد الغذائية، رفع عندنا الإيجارات، رفع عندنا أسعار السيارات، رفع عندنا كل ما موجود من مشاكل أخرى. نعم. يعني كل المواد ارتفع. فاليوم من نجي احنا نخفض هذا يفترض نخفض كل العمليات الأخرى حتى نستطيع نخفض قيمة الدولار. نلعب الدينار العراقي. نعم. هل بإمكان العراق اليوم يخفض الإيجارات؟ هل يخفض العفو أجور الكهرباء اللي هي احنا عندنا إذا ندفع لجهتين، جهة المولدات اللي هي موجودة بالمناطق الشعبية العفو المناطق العمومية وأيضا الكهرباء الدولية. طبعا تشوف هذا الرقم رقم كبير جدا. اليوم بعض المناطق في بغداد تجاوزت 25,000 دينار للأمبير الواحد. طبعا هذا كله يعني ضغط على المواطن، اضافه الى اجينا حاليا برفع قيمه الدينار العراقي من 1182 والباع بالسوق 1120 الى 145 و46 قاعدين باع. طبيعي هذا بالتزايد اكيد راح يصعد هذا السعر، ما راح يتوقف لحد هذا الرقم. هل هو راح يتوقف لحد 46؟ انا اقول لك لا، راح يمشي يوصل ل 150 واحتمال اكثر من 150 اذا بقت. احنا لحد الان ما عندنا استيرادات خارجيه، لحد الان نستعمل المواد المخزونه. طيب دكتور يعني بما انه يعني عفوا دكتور ناصر يعني بما انه الحديث اخذنا من تمرير الموازنه الى يعني اسعار الصرف، يعني هنا الكثير يتساءل يعني بعض النواب يقولون يعني ان يعني ارجاع سعر الصرف الى وضعه الطبيعي او ربما تقليله يعني سيؤدي الى ملفات فساد وفوائد يعني كبيره، يعني ما يعني توضيحا للجميع يعني ماذا سيحصل لو تم ارجاع سعر الصرف يعني بعد رفعه بهذه الخطوه؟ هو اصلا ما راح يرجع بالمناسبه لانه الو نعم 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 اسمعك دكتور. اولا ما راح يرجع نهائيا، خلي بحساباتك سعر الصرف ما راح ينتهي يعني رغم المطالبات والتهديدات يعني لا يرجع برايك سعر الصرف؟ لا ابدا ابدا ما راح يرجع. ما طيب. ينخفض سعر الصرف ما ينخفض، لان يعني هذا بقرار خارجي وليس بقرار داخلي، بالاضافه الى البنك المركزي شبه مستقل يعني عن موضوع وزاره الماليه. المطالبه الاخوان يطالبون وزاره الماليه وليس البنك المركزي. ايضا اللجنه الماليه اللي موجوده هي لا يمكن تغير سعر الصرف. اللجنة المالية مشكورة طبعا الجهد اللي قدمته في هذه الموازنة اللي بدأت تقريبا بالعمل بها منذ اليوم الأول من وصلها. خفضت النفقات من 70 تريليون إلى 30 تريليون، طبعا هذا رقم كلش كبير اللي خفضته اللي هو 40 تريليون دينار عراقي خفضت، وهذا ال 40 كان كله من الموازنة التشغيلية وليس الموازنة الاستثمارية. طيب دكتور يعني انا كي استغل يعني الحديث معك ومعلوماتك يعني اعود الى موضوع الموازنه، يعني ما زالت المشاكل مع اقليم كردستان قائمه حتى اللحظه ولم تمرر الموازنه،
برأيك ما هو الحل يعني الأنسب لإرضاء الطرفين، يعني طرف الحكومة المركزية وأيضا حكومة الإقليم، لأجل تمرير الموازنة؟ أنا دائما أطلب. نعم تفضل دكتور. أنا أطلب من الأخوة السياسيين بصورة عامة وزعماء الكتل السياسية بصورة عامة، يجب الجلسة على الطاولة المستديرة لغرض حل المشاكل اللي حاصلة بين كل ما موجود في المجالات الاقتصادية والسياسية وأيضا المالية وفي كل المجالات يجب حلها. احنا لا نبقى بهذه الشكل الى ما لا نهايه، والمتضرر هو المواطن العراقي. الى متى نبقى بهذه الحال؟ يعني احنا حكومه كردستان والحكومه المركزيه منذ عام 2007 لغايه هذا اليوم المشاكل استمرت لا تتفاقم. ليش ما قبل 2007 اكو مشكله؟ احنا بعد 2008 لغايه هذا اليوم الموازنه لا تاتي في موعدها المخصص، اللي هو طبعا دائما الموازنه يفترض ان تنتهي بشهر العاشر تكمل كل شيء. بالسنة الواحد واحد يفترض تبلش بالعمل السنة، احنا اليوم شهر الرابع وراح نوصل بالفعل ولم تمرر الموازنة. كانت اكو موازنة في عام 15 ما كانت اكو موازنة لأسباب عدة. يعني هذه السنة طبعا أصعب سنة راح تكون على العراق، وأنا خايف مو بس من هاي، طبعا رغم صعوبتها بس أخاف من اللي بعدها اللي 22. 22 راح يصير عندنا عملية تخفيض صادرات النفط وتقليل العفو الاسعار، راح يصير عرض اكثر من الطلب على النفط. اذا صار عرض اكثر من الطلب على النفط العراق وين راح يروح؟ يجب تفعيل القطاع الخاص. المره المئات احنا حكيناها. اذا ما فعلنا القطاع الخاص العراق راح يتدمر. شوف ما قبل 2003 الموظفين كلهم انسحبوا من الوظائف بسبب الاجور المتدنيه. راح يشتغل بالقطاع الخاص بإيراد اكثر. بالفعل اليوم القطاع الخاص يفترض ينتعش حتى لا الناس كلها تتكالب على الوظيفه. بس قد المطالبين يريدون، تعرف عندنا احنا اكثر من 12 الى 10 مليون شخص. نعم دكتور. متخرج وما عنده وظيفه ودا يطالبون الدوله بوظائف. احنا عندنا تضخم كبير طبعا. بالمناسبه انا اذا احدد لك بالضبط اللي يتقاضون راتب من الدوله. عندنا 3.220 تقريبا 3,220,000 موظف مستمر بالخدمه. عندنا 4,650,000 موظف متقاعد. عندنا 1,175,000 تقاضى راتب رعايه اجتماعيه، طبعا بدي احكي هذا بكل العراق ما فيها حتى كردستان. نعم. هذه ارقام فلكيه. نعم لذلك يعني تنشيط القطاع الخاص يعني هو امر مهم ولا بد منه من اجل يعني القضاء على هذا المشاكل جميعها الاقتصاديه. جزيل الشكر والتقدير لك الدكتور ناصر الكناني، كنت معي مباشره عبر سكايب في نشره الاخبار. شكرا لك مره اخرى.